اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين لقاءاتنا طبعا مع ابطال بطوله القاهره، ثاني بطوله لفريق السيدات لكره السله، واللي طبعا دوري مرتبط كان اولى البطولات بطوله القاهره. ان شاء الله بعد اقل من اسبوع السوبر ان شاء الله يكون كمان اهلاوي. برحب بالبدايه برضوى محمد نجمه الفريق، والحقيقه عامله مستوى جيد جدا السنه دي. اهلا بيك يا رضوى. اهلا بحضرتك ومليون مبروك. الله يبارك فيك. ميرسي. وبنرحب طبعا بنهى شتا احد نجمات الفريق واللي كان ليها دور كبير جدا في البطولتين. اهلا بيك يا نهى. ازيك يا كوتش؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. يمكن نهى كنت بتكلم قبل الفاصل مع دينا وفريده انه اللي عامل، واتكلمت معاكي في الفاصل انه الحقيقه اللعيبه طبعا الستارز، ودي حاجه ما زعلناش، اللي عامل الفرق السنه دي ان كابتن طارق خيري دخل 6 نجمات جداد او 7 نجمات، صح كلامي مظبوط ولا صح؟ وادى الثقه للكل، مش صح. بس المجموعه اللي واخده الثقه او هم عندهم ثقه، شايف الكلام ده صح؟ هو ده اللي عامل معانا الفرق السنه دي؟ طبعا، يعني هي بصراحه كلمه السر لحد دلوقتي هي الثقه. كابتن طارق من اول السيزون وهو حتى قايل لي يعني انا شخصيا انه في مراهنه يعني على الفرقه كلها، فبصراحه هو ده سبب كبير قوي من اسباب ان احنا كلنا عايزين السيزون ده ان احنا كلنا نبان بصوره احسن وان الفريق يبان بصوره احسن. أيوة. عشان احنا كده عايزين ناخد البطولات كلها، عشان كده عايزين كلنا ان احنا نعلى مع بعض، حتى في ثقه من الفريق من اللاعبات لبعض. يعني بصراحه خلي بالك يا نهى، انت من اللاعبات اللي السنه دي ظهر بشكل مختلف الحمد لله، وباداء مختلف، ومش باداء ان انت يعني زي ما بيقولوا يعني اداء يعني مؤدي، لا اداء بيكسب فرقه. شايفة الثقة غير الثقة ايه؟ يعني برضو ما هو الثقة مش كافية، يعني ماشي، ما انا ممكن ادي اللعيبة كتير جدا الثقة انا كمدرب، وبرضو اللعيبة ممكن ما توفقش. شايفة ايه جنب الثقة مهم جدا ان احنا نظهر بالشكل ده؟ بصراحة يعني هو الجهاز كله يعني بيكمل زي ما بيقولوا بيكمل الإكويشن، بيكمل المعادلة، إن في غير الثقة في جزء نفسي مع دكتور مي، في جزء بدني مع كابتن أكرم، كل حاجة مكتملة. فلما اللعيب حتى بيجي يقع غصب عنه في حتة بتلاقي الناس كلها في ظهره، يعني بتلاقي لو أنت هتيجي، عشان اللعيب بطبيعته عنده كيرف برضه، فلما بيجي الكيرف يقع بتلاقي لا بتتلحق، يعني الجهاز كله بيلحقك والفرقة كلها بتلحقك. فده غير بقى الدافع النفسي طبعا لكل لعيب لوحده ان هو لا عايز يبان ان هو يمسح اللي فات ويبدا، يعني بالذات اللعيبه اللي كانت الثقه بالظبط اللي كانت الثقه واقعه او هكذا، فبيبدا اللعيب انه عايز يفتح صفحه جديده. فكل الدوافع بصراحه بتؤدي للموضوع ده. يعني صحيح. يمكن اخد من كلام بقى نهى واجي لك يا رضوى، يعني العوامل النجاح مش بس الثقه، ما الثقه دي يمكن الايه زي ما بيقولوا الكريزه اللي على التورته زي ما بيقولوا، او اللي هي الفاينل او الحاجه، بس في عوامل كتيره. يعني انت بالنسبه لك على المستوى الشخصي تحول في المستوى، انت من السنه اللي فاتت ما شاء الله كويسه وفتات على 3، بس النهارده احنا شايفين برضو مستوى تاني، حتى الجمهور النادي الاهلي ملاحظه التحول ده بجانب الثقه. كان ايه؟ ان احنا اشتغلنا مع بعض كلنا، ان احنا اتكلمنا ان احنا هنشتغل خاص از تيم ورك، واحسن حاجه ان زي ما هم كانوا بيقولوا ان يعني الحمد لله عندنا ناس سكورر وكل حاجه، بس في الماتشات بيبقى السكور بياخدوا السكور بتاعهم، وفي نفس الوقت كل الفرقه بتجيب سكور، هو ده اللي عمل بقى دي اللي عملت الطفره. حتى صح. ان الخمسه بقوا مدافعوا خلاص بقى في الاول مثلا كان لا. طب انت على المستوى الشخصي انت عملت ايه السنه دي مختلف؟ يعني نقعد نفكر كده، نسرح شويه في الثلاث اربع شهور اللي فاتوا من اول فتره الاداء. هل زدت شويه في البدني؟ هل اتمرنتي بدني زياده؟ ولا هل اتمرنتي باسكت اكتر؟ يعني انت تحليلك ايه؟ عايزك تديني تحليل عن مستواك الشخصي. يعني من وجهه نظرك انا بالنسبه لي انا كده كده البدني ده اهم حاجه بالنسبه لي، بلس بقى الباسكت. حسن الصراحه في طفره شويه عشان في الاول ما كانتش في ثقه زي ما كلنا بنتكلم في موضوع الثقه، فانا بالنسبه لي لا دلوقتي انا هشوط مرتاحه، بحسن نسبتي في حاجات الاندفيدوال وكده، بحاول احسن منها اكتر، بحس ان الطفره تبان اكتر، ان انا احسن من نفسي، ان انا اساعد فرقتي. حتى ورا الديفنس وكده لا بقى، ان انا لو انا كويسه في الديفنس انا عايزه ابقى احسن في الديفنس، عشان دي اهم حاجه اصلا بالنسبه لنا. احنا فرقه فعلا كامله متكامله من كل حاجه. صحيح. خمسه بيطلعوا، خمسه بينزلوا بيدافعوا. يمكن انت دايما بيجي يعني بيتم يعني كابتن طارق بيديكي مهمه وهي الضغط من اول الملعب اوقات كتيره جدا، الموضوع ده محتاج فتنس قوي. انا كنت اكره اضغط، انا كنت بص لو ضغطت يبقى انا 10 دقايق ومش هتلاقوني، فده مطالب منك ان انت تعلي الناحيه البدنيه قوي. بس احسن حاجه في كابتن طارق كمان ان هو الروتيشن، يعني انا مثلا يعني بينزل مثلا حد الكوارتر ده انا هموت نفسي، يعني مش هخلي الموضوع يبقى ايزي، بحيث اللي هينزل ورايا هيضغط تاني، عشان كده احنا دي احسن حاجه ان احنا عندنا عدد، يعني عندنا في كل بوزيشن في واحده واثنين وثلاثه، فدي حاجه كويسه قوي، بحيث ان احنا الروتيشن لما يلف خلاص انا تعبت، اللي ورايا هينزل هيتعب هنبدل، فهينزل تاني انا هبقى قادره، فالفرقه الثانيه هي اللي مش هتبقى قادره، فدي احسن حاجه. حلو في حته ان انت بتقولي مش وانت انت كلمتين انا طالع منهم من كلامك، ان انت بتعملي فول باور في 10 دقائق غير لما اوزع مجهود على 20 دقيقه. دي حقيقه. رقم 2
انت عندك ثقه ان انت هتنزلي تاني، يعني انت مش طالعه عشان تقعدي لاخر الماتش. لا دي بقى دي احسن حاجه، لو انا كابتن يعني خلاص هو واثق فينا خلاص، اللي تعبان يريح وهينزل تاني. حتى خلاص دي حد النهارده موافق، خلاص الموافق ده هيكمل مفيش مشكله، واحنا هنشجعه، حصل دروب حد هينزل وهكذا، فروتيشن ماشي. فدي الصراحه احسن حاجه. طيب يعني ماتش هليوبلس كان فيه ستارتنج وحش وكنا بادئين مش موفقين، مش وحش يعني ما كناش خسرانين بس ما عملناش الفرق اللي احنا كنا قلقتي على البنش، هل كنت شايفه ان ده مقلق ولا كنت كان عندك ثقه في المكسب؟ انا كده كان عندي ثقه في فريقي الصراحه وفي المكسب، وطبعا الجمهور كان فوق الخيال، كان تحفه، وكده كان عندي ثقه فيهم، بس اللي هو جماعه يلا نفوق، لازم نفوق. ايوه لو ما ينفعش احنا مش هنكسب في اي لحظه، لازم ندافع. فلما فوقنا بعض واتكلمنا والكابتن كمان اتكلم وجمعنا وبتاع، فلما الفرقه كلها دفعت خلاص صراحه خلاص احنا سر الدفاع، دفاع بين الشوطين، دفاع فوريفر، دفاع الدفاع في التالت والرابع هو اللي عمل الفرق الصراحه. وحتى التغييرات كمان يعني مش سكور زي ما دينا كانت بتقول ان كان في ناس مش موفقه، في ناس تانية بتسكور عادي، كانوا جايبين سكور وعاملين ديفانس كويس قوي زي هاله، كانت هاله ما شاء الله موفقه قوي، وفريده ومرون، فكلهم كانوا كويسين، بس السكور المفروض فكانت عادي ناس تانية، فتقسمت على الفرقه كلها، فدي كانت احسن حاجه ان احنا كده كده بنكمل بعض. النهارده واقع ده هنفوقه، فده هيجيم، فدي الصراحه احسن حاجه.